بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وبه ثقة وأستعين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعنا على الصيام والقيام وأمن البصر وحفظ اللسان وتقبل أعمالنا واجعلها خالصة لوجهك الكريم. آمين يا رب العالمين. باهي مواصلة من على بركة الله تعالى. زلنا من المسائل الفقهية المتعلقة بعبادة الصوم، وتحديدا بدنا نتكلم على المفطرات. طبعا المفطرات اساسا هي متعلقه بشهوات البطن والفرج، الاكل والشرب والمصاحب هذه معروفه، وهناك امور يمكن ان تلتبس على البعض. منها حكينا امس بالتفصيل على قضيه حشاكم الردان، فما قيء وفما استقار، ويمكن انه يزدرد منه شيء او لا يزدرد، يختلف الحكم باختلاف الحاله. فما كذلك يعني احنا قلنا في الذي يتعمد القي يعني الاستقاء وازدرد منه شيئا، اذا وقع ذلك منه نسيانا كذلك هذا عليه القضاء فقط. اما والا اذا كان اضطر هو للاستقاء كذلك عليه وازدرد شيئا فعليه القضاء فقط. اما اذا وقع غلبة ولا جهلا فهو عليه القضاء والكفارة. هناك مسألة قريبة شوية من مسألة الردان، ولابد يعني ان كانت هي يعني محرج شويه ما نبينوها، مش محرج يعني، اللي هي حشاكم قضيه البلغم. برشا وخيان يسالوا عليها، البلغم والا القلس اللي هو يبدا اقل من الردان، وخاصه ان ساعات يبدا الانسان وهو في صلاه تجيه كحه وهو ساجد والا راكع وتخرج حاجه من كما نقولوا احنا من مجرى النفس من الرواري وغيره، لكن البلغم هذاك يخرج شنو يعمل؟ طبعا الانسان يكون خارج صلاه يخرج منديله ولا حاجه ويطيشه، لكن اذا كان هو جاي في حاله اللي هو بلع شيء هذاك ولا بلع الريق، هذا قالوا لا شيء عليه. واضح ولا؟ ولو وصل يعني الى طرف اللسان بحيث يمكن طرحه وابتلاعه ما في حد شيء. ثم زاد شكون من الخيان سال على يبدا الخشم نتاعو يجبد هكا بالقوي وبعدين تتعدى هذيك حاجه الحلق، هذيك زاد ما فيها حد شيء ما تفطرش. قال ما نرجع للذكر المفطرات. قال فرض الصيام نية بليله وترك وطن شربه واكله والقيء مع ايصال شيء للمعد من عين او اذن او انف قد ورد، هذا حكينا عليه كذلك. كل ما يصل الى المعده سواء كان من الفم ولا من غيرها من المنافذ يترتب عليه فساد ذلك الصوم. مش مقادير للدور. الله اكبر. كل رجل زي المسلم الله يرحمه. الله اكبر. الله اكبر. انا جاوب ولدين Thank you.
ولو قلنا أي شيء يفضي يعني إلى المعدة من أي منفذ فهو كذلك يعني مفطر. حكينا أمس على قطر الدواء في عينيه ولا يدهن رأسه وما إلى ذلك. ليه؟ بعد قال الإمام ابن عاشر رحمه الله: أيها القي مع إيصال شيء للمعد من عين أذن أو أنف قد ورد وقت طلوع فجره إلى الغروب، والعقل في أوله شرط الوجوب. حكينا عليها المسألة هذه، مسألة فقد العقل، وحكينا قلنا أنه الإنسان إذا كان فقد العقل في زمن الوجوب يولي هذا يفسد بذلك الصوم ويجب عليه قضاء ذلك اليوم مع الفجر. إذا كان زوال العقل مش في وقت في أول زمن الوجوب، إذا كان في خلال النهار، فإذا استوعب زوال العقل جل اليوم أو كله يولي يقضي ذلك اليوم، وإذا كان في أقل يعني من ذلك في نصف اليوم ولا أقل يولي لا يجب عليه القضاء. هذا هو القول يعني الذي اعتمده والمعتمد في المذهب، ولا يمنع أنه فما قول يقابله قال حتى كان عند النهار كامل هو في غيبوب مدام ما تلبس أي مفطر من المفطرات فصيامه صحيح، لكن القول الأول هو الأحوط وهو المعتمد به. من بعد قال: وليقضي فاقده، يعني الذي يكون فاقد العقل فيجب عليه ماذا؟ أن يقضي ذلك اليوم. وليقضي فاقده. من بعد قال: والحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع. يعني شرط من شروط الصحة والوجوب معا هو بالنسبة للمرأة، وهذا ابتلاء ابتليت به بنات حواء، هو النقاء من دم الحيض والنفاس. وبالتالي يعني المرأة اللي عندها العذر الشرعي لا يجب عليها الصيام ولا يصح منها، حتى وكان صامت فلا يصح به. فإذا كان جاءها العذر الشرعي يعني في نهار رمضان شو تعمل؟ تفطر، وكنهار هذاك تقضيه به. هذا إذا كان من قبل الفجر وهي في بالها بروح. إذا كان هي بدأت ناوية صائمة ومن بعد في خلال النهار جاء العذر الشرعي في وقت الظهر مثلا، ولو هي نوات والنية صحيحة ملول، لكن هذا اليوم هل يعتد به؟ قال لا. المسألة هذه تختلف، يختلف فيها الفرض على النافلة. إذا كان الصيام هذاك فرض سواء كان رمضان وإلا الأربع أنواع اللي حكينا عليهم، رمضان ولا قضاء ولا كفارة ولا نذر، وجاء للمرأة العذر الشرعي أثناء زمن الصوم، فإذا كان الصوم فرضا فيجب أن تقضيه، أنا هذاك ترد. وليقضي فاقده والحيض منع صوما وتقضي الفرض. إذا كان الأمر هذا وقع في صيام نافلة، صايم نهار اثنين ولا خميس ولا يوم من ستة أيام شوال إلى آخره، نوات في الليل اللي هي باش تصوم وصامت، وإذا به في وقت الظهر جاء العذر الشرعي، ففسد الصوم ولا ما فسدش؟ فسد، ما عادش ما لا إيه كان هذا كترجعوا لا يجب عليها قضاؤه. راه هذا خلاف الأصل الجاري في باقي الأمور التي تمنع الصوم. رجل والمرأة صايم نافلة به وأكل أو شرب، يعني جاء سبب من الأسباب وأفسد ذلك الصيام، هذا العمل يعني في أوله كان نافلة، لكنك إذا شرعت فيه فيصير واجب، وهذا معنى قول العلماء النافلة تجب بالشروع فيه. واضح المسألة ولا؟ إذا كلي ولا شرب هو ساهي هذيك مسألة أخرى، من حكينا عليها، كلي ولا شرب ساهي فلا شيء عليه ولا يفسد ذلك الصوم ويتم صومه، وإنما أطعمه الله وأوسقه. أما نحكيه الذي وقع له ذلك يعني ليس من باب السهو كما العذر الشرعي هذا، وإلا إنسان ليس باب وإلا لآخر يعني صايم نافلة وأقطعك الصوم هذا بغض النظر على حكم الشرعي، ولو كان نافلة لكنه وجب بالشروع فيه ويقضي ذلك اليوم. هذا يستثنى منه شكون؟ قلنا تستثنى منه المرأة لما يجيها العذر الشرعي في خلال يعني زمن الصوم. إذا كان الصيام فريضة تقضيه، وإذا كان الصيام نافلة فلا قضاء عليه. واضح إن شاء الله المسألة. قال: وليقضي فاقده هو الحيض منع صوما وتقضي الفرض إن به ارتفع. من بعد بدأ يتكلم على المكروهات، ومش يذكر يعني وهو في ضمن المكروهات يعني تذكر المستحبات، على خاطر مسألة معروفة ترك المكروه مستحب إذا كان فما أمر من الأمور المكروهة سواء في باب الصوم ولا في غيره من الأبواب. إذا كان أمر مكروه فتركه مستحب، وترك المستحب مكروه، ترك المكروه مستحب وترك المستحب شنو مكروه. يعني إنسان كي ما يعملش ما يحرصش على المستحبات هذا يكره في حقه، وإذا كان يترك المكروهات هذا مستحب في حقه.
قال ويكره ويكره اللمس وفكر سلم دأبا من المذي وإلا حرم. هذه مسألة وإن كانت خادشة بالحياة شوي لكن لابد مش أن نبينها. حكم مقدمة الجماع أو اللمس، فما زوز أمور، فما شنو حكمه في الشريعة؟ لأنه في بعض هو اللمس في أثناء بالنسبة للصعب رجل كان أو امرأة لا يخلو من حكمين، إما أن يكون مكروها وإما أن يكون حراما. وهذوما الاثنين في الحالتين يعني يمكن في الحالة الأولى يترتب عليه فساد الصوم، يمكن يترتب عدم الفساد، وفي الحالة الثانية كيف كيف، يعني يمكن يكون اللمس هذا حكمه الكراهة ولا يفسد الصوم، ويمكن يكون حكمه الكراهة ويفسد الصوم، وكيف كيف اللمس اللي حكمه اللي هو محرم يمكن يترتب عليه فساد الصوم ويمكن لا يترتب. كيفاش مش نفرقوا المعيار بالنسبة لحكمه الشرعي؟ شو المعيار فيه؟ قال هو الظن الغالب للإنسان، هنا قالوا كلام واضح، ويكره اللمس وفكر قال سلم دأبا من المذي وإلا حرم. يعني إذا كان إنسان حسب التجربة متاعه يعلم أنه الأمر الذي أقدم عليه ملامسة ولا استدامة فكر ولا استدامة نظر، قاعد يغزر ولا قاعد يفكر، هو عنده التجربة متاعه ظنه الغالب أن ذلك لا يصل به إلى خروج المذي، والمذي كلنا نعرفه ونشوفناه في نواقض الوضوء هو اللي يخرج بسبب الانتعاش الداخلي الناشئ يعني عن هذه المقدمة. فهو حسب التجربة متاعه، وهذه المسألة تختلف من شخص إلى آخر باعتبار العمر باعتبار المزاج برشا أمور، حتى درجة الحرارة والطقس يأثر يعني في المسألة هذه. فإذا كان هو يعرف لظن الغالب أنه ما يخرجش منه مذي، راهو وقوعه في هذه الأمور شنو حكمه في الشريعة؟ مكروه. إيش معناها مكروه؟ يعني نقص الأجر باختصار، المكروه يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. باهي. وإذا كان يعرف اللي هو الأمر هذا كايا ظنه الغالب وإلا احتمال 50% فصاعدا أنه يفضي به إلى خروج المذي، يعرف روحه مازال صغير ولا هذاك مزاجه، إذا كان عمل المقدمة المقدمات لمس ولا استدامة الفكر ظنه الغالب وإلا احتمال يعني راجح أنه يخرج منه المذي، راه الإقدام على هذه المقدمات حكمه أنه حرام. بقطع النظر ولو كان في نفس الأمر خرج المذي ولا ما خرجش هذيك مسألة أخرى. فما لما نسأل على حكم المقدمات هذه والملامسة والملاعبة وغيرها، يا إما باش تكون مكروهة وإلا باش تكون شنو؟ حرام. مكروهة إذا يعني كان ظنه الغالب السلامة، هذاك علاش قالوا يكره اللمس وفكر سلم دأبا من المذي. وإذا كان شك في السلامة، الشك هو 50% منه 50%، يعني فما احتمال 50% فصاعدا أنه لا يسلم من خروج المذي، يولي شنو حكم المقدمات هذه؟ حرام. باهي. نجيو تو للمسألة اللي تتذكر معها، متى يفسد الصوم؟ قال يفسد الصوم بخروج المذي فعلا، يعني وهذه كذلك مسألة نسبية. الإنسان وقع في مقدم من المقدمات بقطع النظر هو شنو كان يظن وشنو كانت التجربة متاعه، لأن هي التجربة هذيك ماهيش قرآن، يمكن تكون الإنسان عنده تجربة يعرف روحه وهو ظن الغالب ما يخرجش منه مذي، وإذا به وقع في يعني في مقدم من المقدمات وخرج منه مذي فهو إقدامه على ذلك مكروه. باهي. ولكن يرجعك نهار ولا ما يرجعوش؟ يرجع. علاش؟ لأنه خرج منه المذي فعلا. وهذه مسألة يعني للأسف الشيطان يزين يبدأ عام كامل هو يبدأ عايش حياته عادي ما في داره، يدخلش يضحك يدخلش شهر رمضان تولي كان يتملك الجمال تونس هذيك يعرف اللي هو أمر يعني من الشيطان. باهي. وإلا كيف العكس، فما إنسان يعرف روحه مزاجه اللي هو إذا كان وقع في مقدمة المقدمات هذه سوف ينجر عن ذلك ظن الغالب خروج المذي، فإقدامه على ذلك الأمر شو حكمه؟ حرام. به غلبته نفسه وأقدم على ذلك. نجي بعد يتفقد في الحكاية، قال المذي ما خرجش ولازم يتفقد على مدى طويل، لأن المسألة ربما ساعات بعد درجين ثلاثة، ولكن هو تفقده والقائل المذي ما خرجش، فهو الفعل اللي قام به حرام لكن الصوم نتاعو فسدش، لا يقضي ذلك اليوم.
ملا قضاء ذلك اليوم أو عدم قضائه مرتبط بخروج المذي أو عدم خروجه، وهذا الفعل هل هو مكروه أم محرم مرتبط بحالة ذلك الإنسان وما يعلمه من شأنه. قال ويكره اللمس وفكر سليم دأبا من المذي وإلا حرما. بعد قال وكره ذوقك قدر وهذر غالب قيء وذباب مغتفر. من الأمور المكروهة كذلك تذوق الطعام، ويقول العلماء ولو كان ذلك لصانعه، يعني امرأة اللي هي طيب ولا إنسان يخدم في الخدمة ذيك يخدم في مطعم ولا كذا، ساعات يعني يكون ما عندوش بد من تذوق الطعام. لا يا سيدي ترينا مليح قبل رمضان وعرف قداش تحط ملح وقداش تحط فلفل من غير ما تقعد يعني، ولكن مع العلم أنه إذا كان إنسان ونحكيه على ذاق الطعام راهو مش ذاق طعام وبلعوه يتبلعوا بحرز، أما عشانكم ذاقوا معناها وبس يعني حدو حد الفم، هذاك هو المكروه. مش مرة واحد يحكي عنده قال واحد خدام معاه ويبدي رغب فيه وصوم، قال عادة وقتها جاي كان يجينا رمضان في الصيف في 2012 و13 قال لي صب له المي في ديه باش يتغسل يغسل في وجهه، قال صب له المي ما تهبط حتى قطرة في القاعة. هو اسبيراتور لطفي يا رب. امرأة أخرى كبيرة اللي صايرة كان صدقني ربي توفات الله يرحمها على نياتها، عاد يحكي وهو رمضان جانا سخون هو رمضان جانا سخون، عاد هي لازم تقول معاهم كلمة، قالت والله بالحق رمضان جي سخون وكان مشك شوية مي في الوضوء اللي يصير فينا بالعطش. كيفاش يصير فينا بالعطش؟ قالت عجب ما هو كل مي متاع الوضوء هكا شليش يعمل هنا نضوضوا هنا نطيعوا فاضي ردوا بالنا. فنحكي ولما نقول مشيش هذه يسمع حد خصنا كجماعة نسي فوقهم يوتوتوا يوم يسمعوا شطر الكلام وبعد يقولوا هنا الشيخ قال في الدرس. إذا كان مش ذوق الطعام مكروه، إيش معناه مكروه ما يفسدش الصوم؟ راهو ذاقت على طرف اللسان وبعد حاشاكم معناه بسقط. أما إذا كان ذاق حاجة ووصل للريق راهو بالله مش تحمحم حاجة، إذا كان من المائعات سائل إذا وصلت للريق راهي عبارة وصلت للمعدة. إذا كان حاجة يابسة كسكسي ولا خبز ولا كذا وصل للحلق وكحيت كحة منيحة وخرجت وهذا كان ما يفطرش. أما المائعات ما دام وصل للحلق فهو وصل للأفضل للمعدة وفسد الصوم وذلك. من هنا وصلنا باش نشدوا راس الفتلة وكره ذوقك قدر وهذر. درسنا الجاي نبداو باش نبداو بحكم الهذر، ما هو الهذر ووقتاش يكون مكروه ووقتاش الحكم يعني يتغير. هذا والله ورسوله اعلم. نسال الله تعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمع القول فيتبع احسنه. اللهم اعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، اجعلنا في هذا الشهر المبارك من المعتقين من النار الناجين من دار البوار المخلدين في جنه القرار. اللهم تقبل اعمالنا واجعلها خالصه لوجهك الكريم. اللهم انصر اخواننا في غزه وفلسطين وعجل لهم بالفرج والعافيه والنصر المبين. اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.